نفتح مع بعضنا كلمة الرب إلى رسالة بولس الرسول إلى تيموثاوس الثانية. تيموثاوس الثانية والإصحاح الثاني. وعنوان الوعظة: كن إناء للكرامة. كن إناء للكرامة. نقف مع بعضنا ونقرأ من كلمة الرب. الإصحاح شوي طويل لكن رح نقرأ كله. كلمة الرب بركة. نقرأ من الآية الأولى: فتقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع، وما سمعته مني بشهور كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جنده. وأيضا إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. يجب أن الحراث الذي يتعب يشترك هو أولا في الأثمار. افهم ما يقول فليعطيك الرب فهما في كل شيء. ننتقل للآية 14. بيقول: فكر بهذه الأمور مناشدا قدام الرب، أن لا يتماحكوا بالكلام، لا يتصارعوا، لا يتجادلوا بالكلام. الأمر غير النافع لشيء لهدم السامعين. اجتهد أن تقيم نفسك لله مزكا عاملا لا يخزى، مفصلا كلمة الحق بالاستقامة. وأما الأقوال الباطلة الدنسة فاجتنبها، لأنهم يتقدمون إلى أكثر فجور، وكلمتهم ترعى كآكلة. الذين منهم هيمينايوس وفيليتوس لذان زاغا عن الحق، قائلين إن القيامة قد صارت فيقلبان إيمان قوم. ولكن أساس الله الراسخ قد ثبت، إذ له هذا الختم: يعلم الرب الذين هم له، وليتجنب الإثم كل من يسمي اسم المسيح. ولكن في بيت كبير ليس آنية من ذهب وفضة فقط، بل من خشب وخزف أيضا، وتلك للكرامة وهذه للهوان. فإن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة. من هون إجا عنوان الوعظة: كن إناء للكرامة، مقدسا نافعا للسيد، مستعدا لكل عمل صالح. أما الشهوات الشبابية فاهرب منها، واتبع البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي. والمباحثات الغبية والسخيفة اجتنبها، عالما أنها تولد خصومات. وعبد الرب لا يجب أن يخاصم، بل يكون مترفقا بالجميع، صالحا للتعليم، صبورا على المشقات، مؤدبا بالوداعة المقاومين. عسى أن يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق، فيستفيقوا من فخ إبليس إذ قد اقتنصهم لإرادته. للرب إلهنا كل المجد. تفضلوا في الجلوس. الكتاب بيتكلم عن فخار يلي بيعمل، أو الفخاري اللي بيعمل، الخزاف اللي بيشتغل بالفخار، بأنه هو عنده سلطان أنه يعمل إناء للكرامة وإناء للهوان. للكرامة يعني إناء مرتب مهم لا يستعمل لأشياء ثمينة وعزيزة، وإناء للهوان يعني إناء بسيط لا يستعمل لأمور عادية وبسيطة. من طين واحد، من عجنة وحدة. وبيقول الطين والفخار ما بيجادل الفخار صانعه ويقول له: لماذا صنعتني هكذا؟ ليه عملتني سطل؟ ما عملتني مزهرية؟ ليه عملتني طنجرة؟ ما عملتني وعاء للفواكه؟ إلى آخره. بتعرفوا من قبل كانت الأوعية تكون إما من معادن وإما من خزف. الله عنده سلطان يصنع من حياة كل واحد منا أشكال وأشياء مختلفة لأهداف مختلفة.
وعلينا أن نطيع وعلينا أن نخضع ليد الفخاري يلي عم يشتغل بحياتنا بطرق مختلفة. أنا واثق أحبائي كل واحد منا لو أعطي الخيار كان ليختار أن تكون حياته من طينة مختلفة ومن شكل مختلف وهدف مختلف. البعض منا عنده الرضا في حياته، ولكن معظمنا في أمور بحياتنا كنا نتمناها أن تكون مختلفة. المؤمن بيتطلع عليه وبيقول له أشكرك يا رب لأجل حكمتك، أشكرك لأجل قصدك في حياتي. غير المؤمن بيتذمر وبيقول له ليه عملتني هيك وليه ما عملتني هيك، وبيصير يقارن حاله بالآنية الأخرى وبيتذمر على صنع الله كيف الله خلقه. فدعونا أحبائي نقبل بيد الفخاري يلي بحكمة يخلقنا لأهداف مختلفة وأشكال مختلفة بحسب حكمته، فنقول له نشكرك يا رب، نشكرك يا رب. لكن الهدف من هذا التعليم أنه الله هو الخزاف الذي يخلق ويصنع من نفس الخزف نفس الطين أشكال مختلفة، هو أن نرضخ ونرضى بقصد الله. لكن بهذا المقطع عم يتناول نوع من الخزاف آخر ونوع من المعادن الأخرى، نفس التشبيه لكن بإطار آخر. عم بيقول في بيت واحد ليس آنية فقط من نحاس أو من ذهب، وليس فقط آنية من خزف، ولكن في آنية من ذهب تستعمل للكرامة وآنية من خزف تستخدم للهوان. لو عندك وعاءين، واحد من ذهب واحد من خزف، من فخار، من تنك، من حديد، أكيد ما بتستعمله بنفس الطريقة، أكيد ما بتستعمل الإناء الذهبي للتمسيح والإناء الخزفي أو البسيط. فإذن هون عم بحطني أنا وياك كالأشخاص الذين يصنعون الإناء ويكونون هذا الإناء. إذا جاز تعبير، أنا وياك أيضاً خزفين، أيضاً صانعي للأوعية والآنية. عم بيقلنا انتبهوا، إن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة نافعا للسيد مستعدا لكل عمل صالح. ولكن إذا إنسان ما نقى نفسه بيكون هو حكم على نفسه إنه أنا إناء قذر فلأستخدم لأهداف مشابهة. الأولى لما الله عم يصنعنا هي كيف شاء وخطط أن يصنعنا ويضعنا في هذه الحياة بظروف مختلفة وأهداف مختلفة. الثاني عم بيقول أنت أيضاً بإمكانك أن تختار أي نوع من الإناء أنت، وأنت بإمكانك أن تختار لأي هدف تريد أن تستخدم، تريد أن تستخدم. الظروف اللي الله بيخلقنا فيها أوقات ما فينا نتحكم فيها، تاريخ ولادتنا، لون بشرتنا، عائلتنا، مستوى ذكائنا إلى آخره، صحتنا. فينا وقت نحن نتحكم بصحتنا، وقت المرض بيجينا. ومرة حدا قال لي في طبيب كان طبيبه قال لي أكتر شخص هيلثي وبيحكي عن الأكل وفيجن ما بيأكل أي لحومات وكل يوم بيركض ساعتين، كان عمره 58 سنة صار معه هارت أتاك وراح. في أمور ما فيك تتحكم فيها، لكن في أمور أحبائي تستطيع أن تتحكم فيها. وأنا متأسف اليوم أن أرى العالم من حولنا اختاروا أن يكونوا آنية للهوان، الهوان من المهانة، الأمور المهينة. الله خلق آدم أن ليكون على صورته، أمين؟ على صورة الله خلقه. لكن اطلع بالناس اليوم، هل لا تزال ترى صورة الله فيهم؟ اطلع بالناس تشوفهم صاروا لحد كبير على صورة الشيطان، مش كل الناس. ليك لما تقول على صورة الله، شو يعني على صورة الله؟ يعني بيرسموا دائما المسيح ربنا شعره مفروع على النص وطويل هيك وحلو أشقراني وعيون زرق مثل، أكيد شكل المسيح مش هيك، لأن المسيح إجا من خلفية يهودية ومن الشعب اليهودي، هو شعب سامي بيشبهنا. بس مش هذا المهم. المهم إنه ما عم يحكي عن شبه الله وصورة الله بشعرك فرق وعيونك زرق، لا، لكن عم يحكي عن خصالك وطباعك الخلقية والأدبية،
الله حق، الله طهارة، الله قدوس، الله نقي، الله صادق، الله عادل، الله محب، الله غفور، الله يرحم، الله يريد خير الناس، يعمل لخير الناس، الله يضحي، الله يسامح، الله يقبل الضعيف، الله يسند، الله يرحم الأرمل، يرحم اليتيم. هذه سورة الله. في أمور تانية بإمكاننا نفكر فيها، لكن فكر بهذه الناحية. هذه سورة الله. شو هي سورة الشيطان؟ الكبرياء والأنا والذات والتركيز على الذات وسحق الآخر لأجل ذاتي. أنا إرادتي فوق إرادة الآخر، أنا بقرر كيف بدي آمن، كيف بدي أخدم، كيف بدي أعيش. الذات وتمجيد الذات هي الهدف. فبتطلع من الناس بتلاقيهم عم يتصرفوا هيك. وصايا الله هي لخيرك ولخيري خي الحبيب. وصايا الله هي لخيرك ولخيري، لحتى شكرا خي، لحتى نعيش حياة فيها كرامة. خذ على سبيل المثال تصميم الله للذكر والأنثى. لما الله اطلع بالخليقة شاف أنه كل شيء حسن، لكن طلع آدم وقال ليس حسن أن يكون آدم لوحده، فألقى عليه ثبات، نومه، أخذ ضلع، صنع من الضلع حواء وجاب له إياها، ورأى الله أن ذلك حسن جدا بكل ما فيها من تنوع الفكر والشخصية والتكوين حتى الجسدي بين ذكر والأنثى، وخلق هذا لخير الإنسان. وحتى الجنس هو لخير الإنسان، ضمن الزواج، ضمن العالم، مكرم. على في البعض بيعتبروا أنه هذا نوع من النجاسة، حتى بيتكلموا عنه كدنس، يسمونه دنس، هو دنس خارج الزواج ولكنه مقدس في الزواج. بس شوف الإنسان شو عامل من هذه الشغلة، عامل منا لعبة، وما بقى في إطار زواج، ما بقى حتى في إطار ذكر وأنثى. حتى هلأ عم بيعلموا الأولاد ما في شيء اسمه ذكر وأنثى، أنت بتختار بدك تكون ذكر ولا أنثى. بإمكانك تكون ذكر، بإمكانك تكون أنثى، بإمكانك تكون الاثنين بنفس الوقت، بإمكانك تكون هيك وتغير وترجع إذا بدك. أنت بتختار شو بدك، فيك تروح مع اللي بدك، فيك تنام مع اللي بدك، وقت اللي بدك، في الزواج، خارج الزواج. مش لازم تسمع لأهلك، وأكيد مش لازم تسمع لواحد مثلي لأسيسك. حرية، سموها حرية، هل هي فعلا حرية يا أحبائي؟ بيقول برومي 1، اسمعوني أحبائي، إنه لما الإنسان يصل إلى الإباحية الجنسية بيكون الله تخلى عنه. لما الله بده يتخلى عن إنسان تجاوز كل الحدود بالعصيان، يسلم إلى ذهن مرفوض، ما بقى يعرف فكر، وضمير ممسوح لإهانة أجسادهم. فترى الإنسان يهين جسده. أمور ما بقدر أحكي عنها من هون، عم بتشوفها بالإعلام، وتشوفها بالإعلان، تشوفها بالموفيز، تشوفوها هون وهون، تشوفوها على الطرقات، تشوفوها بالبارك، تشوفوها وين مكان. وصاروا الناس وكأنهم مش مخلوقين على صورة الله. ما رح أوصف أكتر من هيك حتى ما أكون عم هين حدا، بس بتطلع بتقول مش هيدي صورة الله. صورة الله إنه نحترم دور الله لألنا، وهو لخيرنا، نتزوج، ننجب الأولاد، نعيش مع بعض، نخلص لبعضنا البعض. آدم واحد لحواء وحده، وما جمعه الله لا يفرق إنسان، هيدا هو مخطط الله. لكن اليوم بتشوف الإنسان اعتبر أنه هذا حرية وهو ليس بحرية. إنسان اللي بروح وبيطلع مع مين مكان، بينزل مع مين مكان، وكأحبة حتى بالعالم الحيوانات هناك إخلاص. يقال أنه الأسد يخلص للبوة، وكثير من الأصناف التي تخلص لشركائها. مع العلاقة الجنسية يأتي الشعور بالكرامة، ويأتي الشعور بالاهتمام، ويأتي الشعور بامتلاك الآخر، والشعور باحترام الآخر، الشعور بتقدير الآخر. الشغلة مش بس فيزيائية،
لكن لما الإنسان بيتصرف بما يسميه حرية تصبح شغلة جسدية، وكل الاحترام وكل الالتزام وكل الولاء وكل الثقة وكل الإخلاص وكل السعي لاحترام الآخر ما عاد موجود، لأنه صار الإنسان عم يتصرف بنوع من الغرائزية يلي كل ما بده إياه هو مجرد هذه العلاقة. وليه عم بتكلم عن الموضوع؟ يمكن أول مرة بوعظة بحكي عن هالموضوع بهاي الطريقة، لأنه ما بنحط رأسنا بالرمال ونعتبر الأمر مش موجود. لك موجود وين ما كان، وإذا حدا منا مش من بأنه موجود يعني أنت غاشي وماشي ومش من بيع حالك شو عم يجرى من حولك، وخاصة أنتوا أهل ومش منتبهين. فإذا أولادكم تغسل أدمغتهم، يا ريت تغسل توسخ أدمغتهم في المدارس وأنتوا مش دريانين. احكوا مع أولادكم من عمر 3 و4 و5 سنين 6 سنين، اسمعوا كل يوم شو تعلموا، من دون ما تهددون، من دون ما تخوفون، لكن احكوا معهم، اسمعوا منهم وقولوا لهم يميزوا بين الصح وبين الغلط في حياتهم. وإلا فجأة رح بتشوفوا أولادكم صاروا بمكان آخر، تقول أمتى ابني أو بنتي بلش يفكر هيك؟ ومش من اليوم بلش يفكر هيك، مش فجأة نام وقام يفكر هيك، لكن كان في ناس عم يشتغلوا عليه وإنت ما عم تنتبه على حالك. بلشوا فكروا بوليكم، بلش جو صلي لابنك قبل ما يخلق. بعد بشهر جو حبيبنا بصير بي وروان بتصير ام، من هلا صلوا لهم. الله يساعدهم، الله يساعد يعقوب الصغير اللي بده يجي ومتايو وكلهم اولادنا، الله يساعدهم يا احبه. جهنم كانت ولا تزال ربما هلا اكثر من اي وقت مضى فاتحه تمه، وتقول لهم كونوا انيه للهوان. لما بكون اناء للهوان لشو بك تستعمله؟ للهوان. بإمكانك أن تقرر أن تكون إناء لك قيمة في الحياة. اختلط الحابل بالنابل، اختلط الصح بالغلط، اختلط نسل الإيمان بنسل غير الإيمان. وبدل ما الإنسان يقول أنا الله خلقني لهدف سامي أبدي لمجد اسمه، نزل بنظرته لنفسه لمستوى الحياة الغرائزية الحيوانية. لشو بيعيش الحيوان أحبائي؟ هناك نزعات عند الحيوان، يأكل، يشرب، يتناسل، يتزوج، يهاجم، يتهاجم، يدافع عن نفسه، يشيخ، يموت. هاي لما الإنسان بيعيش لأجل الهودة هو قرر ينزل من المكان السامي اللي الله خلقه فيه وخلقه عليه. كانت الرجولة تعني بيوم الأيام البسالة والتضحية والأمانة والإخلاص والصدق بشعرة من شواربه بيقدر إنك تأخذ منه وعد وما يتراجع عنه. هلأ إذا بتقول الرجولة شو؟ عضلات، مسلز، ما بعرف شو، سيارة، كويسين إذا عندك عضلات أحسن ما تكون بلا عضلات، بس هيدي مش رجولة، هيدي مش رجولة. من قبل كانت لما تقول ست أو أم معناتها ست مخلصة بتربي الأولاد، محترمة، لسانها دافي، تحترم الآخرين، تحترم زوجها. هلأ إذا وحدي هيك معناتها يا حرام هي قاعدة بالبيت. هتكون ست لازم تكون متفوقة في المجتمع في الوظيفة، ومش غلط أبداً، أنا بحترم الستات اللي بتفوقوا، ولكن أحياناً تتخلى الست عن أمور عديدة أخلاقية وروحية لحتى تقدر تكافح في هذا المجتمع. حتى الكنيسة أحبائي، الكنيسة كانت دائماً لأجل مجد الله ولأجل خلاص نفوس وبنيان المؤمنين، اليوم صارت لحتى ننبسط، لأجل أنا ولأجل أنت، لأجل متعتنا. تغيرت كل المقاييس فترانا ننحدر، وهذا الإناء اللي الله خلقه وحطه على رف عالي عم ننزله وننزله وننزله وننزله، وبالآخر منصير لاستخدامات بسيطة جدا، استخدامات بدائية جدا. إناء للهوان. شو إناء الهوان؟ يعني وسخ. شو الإناء للكرامة؟ إن شو طهر أحد نفسه. تقول لي الرب اللي بيطهرنا ولا نحن نطهر نفسنا؟ الرب طهرنا بدمه، نحن يجب أن نسعى بالطهارة وننمو في الطهارة وفي القداسة. أمين. كل يوم هيك طلع بحياتك، قول أنا اليوم كنت إنسان كريم أو إنسان للهوان، أنا اليوم كنت إناء للكرامة. وبظن لو أنا بدل الله، ما فينا يكون بدل الله، بس فكر لو أنا بدل الله كنت بفتش على شخص مثلي لحتى استخدمه، ولا أنا إناء للهوان؟
وما تنغشوا بالمظاهر أحبائي، لا تنغشوا بالتياب ولا بالكرافات ولا 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 بشيء، ولا بالصلاة النمامة ولا بعلو الترنيم. ما تن... الرب بس بيعرف شو في الإناء من جوا. أمين. طلع وقت من برا بتلاقي إناء جذاب، المهم في داخله، المهم ما في داخله. فنرى أن الحياة المسيحية هي ليست حياة تسلية ولعب، ولكن في بداية هذا الإصحاح بيقول له: فتقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع، واشترك في احتمال المشقات كجندي. مين اللي عم يتكلم هون؟ بولس. لمين عم يتكلم؟ لتيموثاوس. من هو تيموثاوس؟ هو الابن الصريح في الإيمان، هو الخادم، هو اللي الله دعاه للخدمة، والأخوة لاحظوا هالشي، وبولس لاحظ هالشي، والمشيخ وضعوا إيدين عليه، مدعو للخدمة، إناء للكرامة. ولكن لما نفكر بخادم الرب، أو تنفكر أنه ربما هو سوبرمان، هو منه سوبرمان. جايدن ابن بنتي ابن ستيفاني هي تحب باتمان ولا سبايدر مان، صار له فترة كل ما بشوف له هاي جده بلي بيو 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 بيعمل حركات هيك، مبسوط شافه بيعمل، شافه الظاهر مبسوط فيه. صار له فترة بسلم عليه أنا هيك وبسلم عليه بيو بيو. أحبائي الأسيس ما بتسلموا عليه بيو بيو، ما نو، بعده إنسان مثلكم مثله، تحت الألام مثلكم مثله، عنده ضعفاته ولازم يتدرب إنه يستركن، ولازم تتدرب وتستروا وتصلوا من أجله كمان. أمين. يا إيش بفرح لما حدا بيجي لي أسيس أنا بصلي من شأنك، أنا بصلي من أجلك. تيموثاوس ما كان سوبرمان، كان عنده مشاكل بأمه وبيه، خلفيته يهودية أمامية، وهذا كان سبب مشكلة بهديك الأيام. كان تمد، كان إنسان عنده شوية خجل، كان صغير بالعمر، البعض يستخفوا فيه، كان عنده بعض الأمراض وبعض الأوجاع، وهيدي أمور بتحد من، لكن قال له ما توقف تندب حظك، أنت جندي، تقوى في الإيمان. فبيجي مرات تطير الشيطان وبيجرب يلفت لك نظرك إلى ضعفاتك. مينك أنت؟ أنت ما حدا، أنت ماشي، أنت ضعيف، أنت صغير، بصير هيك يهبط لك من معنوياتك. يا أحبة، الله الخزاف خلقنا بأي شكل وأي قياس ممكن، لأنه عنده قصد في حياتنا، ونستطيع أن نمجد في هذا القصد. أمين. برميل كبير بيستخدم خزان، دست أصغر شوية بيستخدم معجن، أصغر شوية بيستخدم طنجرة، أصغر شوية بيستخدم صحن، أصغر شوية بيستخدم فنجان قهوة، أصغر شوية بيستخدم كشتبان. بغض النظر عن حجمك وعن شكلك، الله عنده قصد في حياتك ويستطيع أن يستخدمك. المهم أنك أنت تتأكد أن هذا الإناء الذي خلق الله فيك دائما هو نقي ومستعد ومتقوي وحاضر للخدمة. تقوى كجندي صالح لخدمة السيد. شو يعني؟ كيف بدي يكون جندي صالح؟ قال له: ليس أحد وهو يتجند يرتبك في أعمال الحياة لكي يرضي من جنده. ما قال له لا يعمل، قال له لا يرتبك بأعمال الحياة. عدة مرات ذكرنا أحبائي، لو تسأل جندي بأي مكان في العالم، خاصة بعرف قوانين شوي بلبنان، عدة أشخاص كانوا جنود أصدقائي، بتعرف أن الجندي بيروح على الشغل وقت اللي معلمه بيقله، بياخد إجازة وقت معلمه بيقله، بينام مطرح ما القيادة تبعه بتقله، بيلبس مثل ما المعلم تبعه بيقله، بيأكل وبيشرب وبيتطبب بالمستشفى اللي القيادة بتوجهه، بطعموه بشربوه بعلموه لأولاده ضمن المعقول. اللي هن بيقولوا له ممنوع تشتغل شغل تاني، ممنوع ترتبك بأشغال الحياة، لأنك أنت جندي خادم للدولة. قديه بتطلع بمؤمنين بلاقيهم مرتبكين بأعمال الحياة، ويمكن أنا بتجرب كون هيك أحيانا، نرتبك بها وبها 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 وبها. وإذا بدنا نخدم الرب نجي لعند الرب: يا رب بارك ارتباكي. بدنا الرب يبارك مشاريعنا، مش نحن نجي نقول له: يا رب ساعدني انخرط بمشروعك،
ساعدني يكون خادم بالملكوت، ساعدني يكون جندي يا رب. قل لي شو تعليماتك، وين بدك ياني حارب لأضرب لك التحية وأخدمك. بدنا الرب يكون هو الخادم تبعنا. تعرفوا بتسمعوا أوقات عن بعض الجنود ببعض الأنظمة اللي القيادة تبعهم ترتشي، عنده واسطة معينة بيفرزوه لمطرح أسهل من غيره، أو بيدفع مصاري للضابط تبعه بيقول له روح اخدهم بالبيت. عند الرب ما في هيك. الرب هو رب الجنود أحبائي، لا يرتشي. فبالآخر عنده أوامر لإلي ولإلك، عنده مهمة لإلي ولإلك. وما في داعي أذكركم بأنه الجندي أحبائي نذر نفسه للموت. كل جندي في كل دولة هو مشروع استشهاد، لو كانت الأمور مستقيمة وصحيحة. لأن نعرف بالدنيا في فساد كتير، كوربشن كتير، تتشوه الصورة. لكن كل جندي هو مشروع شهادي. وأحيانا الناس بالدنيا بخجلونا بأمانتهم. داود كان ببوز المدفع، منقول داود كان دائما برأس المعركة وعيش حياة إناء كرامة ويسجل انتصارات للرب ولشعبه، لدرجة شاول غار منه وجرب يقتله أكثر من برا. بعدين رجع داود صار هو ملك، ودائما في بوز المعركة، في وجه المعركة. وبتعرفوا لما الملك بيكون في رأس الجبهة وقدام الجنود، الجنود عندهم معنويات وعم بيحاربوا ببسالة. لكن لما صدق حاله، وأنا مرة بتذكر بزمانات وعظت وعظة بعنوان لما بتصدق حالك. نحن ما منوقع لما منكون مش مصدقين حالنا، نحن منوقع لما منصدق حالنا، لما منوثق بنفوسنا. منوقع وقعت الكبير كبيرة، واللي بيوقع من مكان عالي بتبقى وقعته مؤذية أكتر. أم قرر إنه هلا صرت ملك وخلص تتبت مملكتي، فأنا بقعد بالبيت وببعت الشعب يحارب. فبعت، كان في معركة، وبعت الشعب والجنود بقيادة يؤاب رئيس جيشه. قام نام، مش بالليل، كلنا من نام، نام الظاهر بالنهار، لأنه بقول عند المساء قام من السرير. كان عم ياخد أيلولة ناب معقولة، بس قام من السرير. شو بده يعمل؟ طلع على السطح، صار يتمشى. أكيد ما كان عم بيصلي، لأن اللي بيصلي كيف يقول عم بيصلي؟ يا مغمض عيونه، يا ما عم بيصلي هيك، يا رب على السطح، يا رب دخيلك يؤاب، يا رب دخيلك هالجيش، يا رب دخيلك مجد اسمك، يا رب دخيلك شعبنا. ما كان عم بيصلي هيك، ولا كان عم بيصلي هيك، كان عم يتمشى عم يتفرج، عم فتش على شيء بده يتسلى. لما بتصدق حالك وبتلقي السلاح الروحي بتبلش تفتش على تسلايه، رح بتلاقيها. فرأى امرأة تستحم، قبل ما كان في حمام مثل عنا، لا جوا بتفوت بتسكر الباب، بتسكر البرداية والماء، وين بيستحموا الناس؟ برا بالنهر، بالساقية برا، ما بعرف. رأى امرأة تستحم، وأكيد كان بفتش ليلاقي شيء، لأنه لاحظوا يا أحبائي، ملك على السطح بيته، قصره كبير، يعني جيرانه مش ملزوقين فيه، مش نكست دور. بعت سأل عنا، عرف إنه هي مرت أورية الحثي، بعت وراها على البيت، جوزة بالحرب، ما حدا عارف، ما حدا دري. رجت على البيت، ما أنا ملك، الله بيسامحني، بس ما أنا حربت كتير لأجل الرب، ما بيطلع لي يعني بشي مرة. لا ما بيطلع لك، لا ما بيطلع لك. بعتت وراء قالت له عنا مشكلة مستر بوي فريند، أنا حبلي. قام بعت وراء أورية الحثي، وكان أورية الحثي مقدام في الجيش، واحد من 30 الأبطال المميزين، أحد عناصر القوة الخاصة دلتا فورس، المغاوير. خبرني شو عم بيصير يا أورية، وانتبهوا، مش أورية اليهودي، أورية شو؟ حثي. شيني حثي؟ من بني حث. مين بني حس؟ إني أحد الشعوب اللي الله غضب عليهم وقال لهم بتبيدوا هذه الشعوب، لأنه شعوب
كانت رفضت الله. لكن هيدا الحسي كان غير باقي الحسيين، وكان بطل من أبطال رجال داود وشعب الله. خبرني عن المعركة. خبروا طعميه شربوا، قال له نزل نام بالبيت. الصبح قالوا له أوريا ما نزل على بيته، نام على باب بيت الملك. بعت وراء قال له ليه ما نزلت على بيتك ورحت شفت زوجتك؟ قال له سيد الملك، سيد يؤاب على جبهة القتال عم بموتوا بحرب، وأنا بنزل بقعد بتعشى مع مرتي وبقضي نهار. قال له لا صدقني ما بنزل. مشكلة، ما بتنزلوا على البيت. قال له خليك اليوم هون، بكرة بطلقك عشية عمل له وليمة. وشربوا وسكروا، سكروا أسكروا يعني. قالوا روح نزال على البيت. اجوا الصبح قالوا له نام على الباب. بعت وراه لك حتى هو سكران، كان عنده ضمير أكتر من سيده. قال له ما بنزل على البيت، مع أنه مشروع ينزل على البيت، أمر مشروع ينزل على البيت لعند مرته. مين منا ما بيشتاق ينزل عند مرته يشوف عائلته، يشوف لما بيكون بغيبة وبيجي ما بيصدق ولا أنه نص ساعة، شوف أهل بيته يسلم عليهم يطمن عنهم، ما بنزل. كان داود عارف مستوى أمانة أوريا الحثي، بعت رسالة ليؤاب كيف يتخلص منه وختمه وحمله إياها، حمله حكم الإعدام بإيده ووديه. قال له يؤاب لما بيوصل لعندك أوريا بتعملوا هجوم، بتحطوا بأول الهجوم، ولما تشتد الحرب بترجعوا من وراء فيقتل أوريا. ويؤاب رئيس جيش طبق الأمر الملكي ومش عارف ليش، اجوا قالوا له قتل أوريا. سامحني يا رب عملت غلطة وغطيت عنا بغلطة بتمروا. فكانت وصمة العار على حياة داود. لما كان ملك يكون أمين كان يقول كان أمين كما كان داود، ولما ملك يكون من بعده مش أمين يقول ما كان قلبه كامل مع الرب كما كان داود. كان داود المقياس تبع مين أمين مين لا، بس دائما بيقول لك إلا في قضية أوريا الحثي، فبقيت وصمة عار على تاريخه لليوم، كسرت قلبه حياته. رأى مزمور 32 مزمور 51، اللي قاري شوية وبيعرف شوية عن علم النفس، إنسان كان ديبرست بده مستشفى أعصاب، مكتئب، قلبه مريض، ضميره تعبان، الفرحة فارقته، الروح القدس فارقه، بيقول له رد لي بهجة خلاصك، رد لي روحك من جديد بروح مستقيم، اعضدني منتدبة اعضدني. خلق الولد، تجوز المرأة، مرض الولد، اجى عند النبي ناثان قال له داوي بدي اقول لك حالي حادثة حصل في مملكتك وانت القضاء الأعلى. رجل عنده نعجة ما في عنده غيره، فقير، بتاكل معه من صحنه، بتنام معه في فراشه، بيعملها مثل بنته. ورجل تاني عنده نعاج وأغنام قد ما بدك، جاء ضيف بدل ما يذبح أحد أغنامه راح أهد غنمة هيدا الإنسان الفقير وذبحها. شو أقولك لازم نعمل؟ الناموس بيقول إنه لازم يرد ضعفين وبأسوأ الأحوال أربع أضعاف. قال له حي يقول الرجل الرب أن هذا الرجل يقتل، يقتل من أجل غنمة؟ سمعت شو واحد عدموه لأنه أخذ غنمة؟ قال له أنت هو، أنت هو ذلك الرجل القاسي الظالم القاتل، تأخذ نعجة ذلك الرجل وتقتله.
قال له انت اقترفت الزنا وقتلت بالسيف، الزنا والسيف لا يفارق بيتك. الولد الذي ولده مات. يؤاب ما عاد عنده احترام لألو. وقت اللي صار في مشكلة أبشالوم قال لهم إياكم تقتلوا أبشالوم ابنه. يؤاب قال ما ترد عليه، نصب نيشان الأوس ونشب بصدره لابن الملك، من أين تسترجي تقتله؟ ولك هو قتل واحد صار أسيره. تعرف لما تسلم سر لواحد صار عنده نقطة ضعفك، يا ويلك يا ويلك، بمرمر لك حياتك. أبشالوم اللي عمله كان فظيع، أبشالوم اللي عمله كان فظيع. ليه؟ طب إذا البابا النبي والملك عم بيعملها ليه أنا ما بعملها؟ سامحوني مش قادر أقول شو عمله. روحوا اقروا القصة بصموئيل الأول والثاني. أمنون اللي عمله ابنه كان فظيع، سليمان اللي عمله بأدونية ابنه كان فظيع. فترى أن عائلته تعلمت من بابا. إذا البابا بيعملها ليه أنا ما بعملها؟ وعمله على أبشع منه. اختصار الأمر، لو داود علم ما هو الثمن الذي كان سيدفعه بروحيته، بسمعته، بعلاقته مع الله، بإيمانه، بأخلاقه، بولاده، ببيته، بالدم، بالسيف يلي لحق أولاده يمين وشمال، كان انتحر قبل ما يعمل عملته. إياك واللعب مع الخطية حبيبي. العالم ما شافه، الله شاف. إياك والخطية. رب يسترنا، قولوا أمين. رب يسترك 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 يسترنا كلنا بدم المسيح. أنت إناء مصمم من ذهب للكرامة، روح الله ساكن فيك، أنت هيكل له، الروح القدس ساكن فيك، أنت ملكه. عش على هذا المنوال وعلى هذا الأساس وعلى هذا المستوى. كن قديس لأنه دعاك للقداسة وفي القداسة. الله القدوس وابن القدوس والروح القدوس وكلمة القدوسة. الله دعاك لتكون قديس. أحبائي، مين منا خرج؟ مين منا قادر يعيش هذه الحياة النقية؟ ما حدا، لولا نعمة الله العاملة فينا. روح لعند الرب، اللي رب سامحني أنا ارتبكت في أعمال الحياة. اسمعوا يا أحبة، في أوقات آنية معينة تليق فيها الهوان، جيب سطل صغير لزبالة موسخ تلاقي إنه هيدا معمول لهيك، لكن جيب لك شيء إناء من ذهب مرصع بألماز وروح حط فيه زبالة لا يليق. حبيبي أنت ابن الرب، أنت ابن الملك، أنت وارث لله في المسيح، أنت افتديت بثمن، فمجد الله في أرواحكم في أجسادكم التي هي لله. رح نوقف قدامه ويمكن كتير عن قريب رح نعطي حساب أمام الذي كل شيء مكشوف وعريان أمامه، لا أسيس ولا قديس ولا إنسان ولا، رح يوقف قدامك ويدافع عنك هناك. رح توقف أمام يسوع وتعطي حساب عن شو عملت بحكياتك، شو عملت بحياتك، شو عملت بحماتك وبلحماتك. أوقاتك بيطلعوا معي على القافي، ما بك تعطي حساب شو عملت بوقتك، تعطي حساب شو عملت بعينيك، شو عملت بإيديك، شو عملت بإجريك، شو عملت بأوقاتك الخاصة وأوقاتك العامة، شو عملت بمصرياتك، ممتلكاتك، شو عملت بخيك وبأختك. بك تعطي حساب عن كل هودي. تلي هالقد دقيقة الشغلة، قال سوف يعطون حساب عن كل كلمة ردية خرجت من أفواههم. أنت جاي بامتحان على هذه الحياة، أنت جاي برحلة على هذه الحياة، ما بعرف شو الشكل اللي الرب صنعك فيه، القياس، الشكل، الهدف، كل واحد صنعنا بطريقة مختلفة، لكن أنت لما تاخد إناء حياتك لازم أنت تكون مسؤول عنه، تقول أنا كيف عم بستعمل هذا الإناء. أحبائي كلنا محتاجين لستر المسيح، كلنا محتاجين لدم المسيح، كلنا محتاجين رب يسامحنا، كلنا نغلط، كلنا منضعف، لكن هذا مش هدف، أو عفواً مش عذر إنه نستمر كذلك، نتفض على ذلك،
على 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 ذاتك، تقوى يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع. بيرجع بينذره بيقول له صادق هي الكلمة أنه إن كنا قد متنا معه فسنحيا. قلت إذا أنا ضحيت، إذا أنا تألمت، إذا أنا امتنعت عن شهوات العالم، الحياة صعبة. بقول حبيبي إن متنا معه فسنحيا أيضا معه، إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه، إن كنا ننكره فهو أيضا سينكرنا. برجع بقول له فكر الإخوة بهذه، مناشدا الرب، مناشد الإخوة قدام الرب. أنا أناشدكم يعني أتمنى عليكم، أحثكم، أشجعكم يا أحبة، بنوقف قدامه والرب صنعنا آنية، فلماذا نستعمل هذه الآنية؟ آنية أنت، حياتك، ذاتك، جسدك، ضميرك، كل ما عندك، كيف تستعملها؟ دعونا نحن رؤوسنا بالصلاة. كن إناء للكرامة. في أمور بحياتك ما فيك تغيرها، بس في أمور أكيد فيك تغيرها. في أمور انفرضت عليك، لكن في أمور أنت فيك تغيرها في حياتك. خلقنا على صورته على مثاله، قصده لقلنا أنه نعيش حياة بتليق بتشرف. أنت خلقت، اسمع خيي، بدي كتار منا بيعرف هالأمر، بس بذكركم فيه، واللي ما بيعرف بيعرف. إذا بتقول ليه أنا مخلوق، ليه خلقني، ليه موجود بالحياة، رح لك ليش. الكل به، قولوا معي و قولوا معي وله قد خلق. أنت خلقت كرماله مش كرمالك، خلقك لإله. هيك بتكون الكرامة. بريدك تكون عفيف، نظيف، شريف. بريدك تكون قديس، إلك قيمة. الشيطان بريدك تعيش حياة وضيعة جسدية للمتعة. نبسط اليوم، هلو ما نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. مش هيك الرب يسوع قال لازم نحمل الصليب وننكر ذواتنا، لأنه الذات يلي فيك والذات اللي فيه، يعني الأنا اللي فيه وفيك، ما بتقدر تخضع للرب. مش هيك لازم ننكرها ونموتها على الصليب. قل له يا رب سامحني، هالإناء اللي اعطيتني إياه مرات كثيرة وسخته. قل له سامحني يا رب، مرات كثيرة بد ما يتعبى فيك عبيته بأمور الدنيا، اللي أخذ لي عقلي هو ربما شغلي ومصرياتي وحياتي وذاتي وشؤوني ووزنتي الطمرة دفنة صار زمان ما استخدمتها. سامحني يا رب. إلهي أصلي أنك أنت تبارك كل شخص حضر الاجتماع اليوم. أنا أصلي أولا لأجل نفسي يا رب، أريد أن أكون دائما إناء للكرامة، فساعدني يا رب. وأصلي لأجل كل أخ، كل أخت، كل الحاضرين الاجتماع اليوم. سمحنا على ضعفاتنا، نشكرك لأنه لا يمكن يوصل نهار فيه تسكر باب نعمتك علينا طالما إحنا بهالدنيا. فنتوب أمامك اليوم ونقول لك نقينا من جديد، نظفنا من جديد، طهرنا من جديد بدم المسيح. سمحنا يا رب على أخطائنا وزلاتنا وضعفاتنا التي ندركها والتي لا ندركها. كل من هو ضعيف بيننا، كل من هو مجرب، كل من هو مغلوب، انت قوي، انت سامحه، انت عضده، انت عاضد الضعفاء يا رب، انت مقوم المنحنين.
عاضد كل الساقطين، أعين الكل إياك تترجى، نترجاك يا رب. ارحم شعبك، ارضى على شعبك، لأنه رحمتك ورضاك أفضل من الحياة. نمجدك ونشكرك باسم مخلصنا يسوع، آمين.